واحد بيقول كيف اعرف ان سفري الى الخارج يطابق ارادة الله؟ السفر اللي تشعر فيه انك لا تفقد حياتك الروحية وانك ممكن تحيا حياة مع ربنا، يبقى ربنا لا يمانع فيه. لكن اذا كان سفر هتروحه وتفقد روحياتك يبقى ده مش مظبوط. كما ان احنا عندنا ناس في الخارج كتير جدا، مئات الكنائس، هل كل دول ضيعوا روحياتهم؟ طبعا لا.